يقول السائل: ما هي نصيحتكم للمسلمين في تحري الفقراء، أي إعطاء زكاة الفطر؟ كل يعرف جيرانه ومن حوله، يعطي من حوله من الفقراء، وإذا كان ما يعرف يسأل اللي حوله يعرفون الفقراء. نعم، إذا اجتهد الإنسان واهتم عرف الفقراء، أما إذا كان إنه ما هم زين شيء ولا هم سائل ولا شيء، هذا ما هم مهتم بدينه. نعم.